وكبداية لهذه الجلسة اللي تم تخصيصها للحديث حول موضوع حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وعي أولياء الأمور، دور المؤسسات كل بهدف. الحين لو نتكلم عن حقيقية هذه الجهود، يشتري ميدع يفترض أن يوضح لابنه كيفية عملها. ليش؟ لأن الإجازة يتعطل لها بعمال. وهذا الخط يستقبل كل ما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الطفل.